عايزاكي قوية زي ما قلتلك ومش عايزة تشوف دموعك تاني على على الهوا، مش عايزة اشوفك في التلفزيون خالص بتعيطي، وتقوي زي ما قلتلك، وفكري في نفسك وفي مذاكرتك وفي الهدف اللي انتي رايحة له. ما تفكريش في حد غيرك، فكري في نفسك، ما تبقيش ضعيفة. وانت كنت في ابراهيم منوره، ووراكي جيش هنا، والناس كلها واقفه جنبك هنا، واخوكي بيسلم عليكي. اخوكي بيسلم عليكي، بس مش عارف يكلمك عشان هو كاسر، مش كاتباه كمان في الورقه. انا نهيته من بعد ما كلمت ماما، مش فاكره اي حاجه بجد والله العظيم، ما في اي حاجه. دينا يلا بنفوت، احكي لي بجد. انا مش شايله منها حق اي حد دلوقتي ضغينة. يلا اقعدي، انا شايفه هدفي. فهميني عشان شايفه. بصي، مش عايزه الكاميرا عليكي. انا شايفه هدفي دلوقتي قدامي بعد ما ماما كلمتني. اكيد خلاص، بس هذا اصلا كان لازم تشوفيه من اول ما دعستي رجلك هون في بيروت. لا بس فهمي، انا كنت داخله بعاطفيه شويه، اني احب الناس وان الناس تحبني. زي ما انا كنت ببكي كل يوم، كنت وإني قلبي. بس انت كنت بتبكي عشان مواقف بره، مش مواقف هنا. بس هنا انا كمان عايشه مع عشان ناس هنا كنت حاساهم قريبين مني، بس انا داخله بعاطفتي قوي. ولا عشان لا مش بخبي عليكي، ولا بخبي عشان الكاميرا ولا الكلام ده كله. انا بجد بتكلم من كل قلبي دلوقتي. انا جايه الهدف زي ما ماما قالت لي، ده اللي انا هعمله. خلاص، لا والله ايا كان اللي ضايقني مش هقدر اقول. طيب بس خلاص، انت او غيرك انا مش، انا ضايقتك؟ انا مش صريحه معاك. كان انا اصلا كنت تقولي لي يعني سهيله لو بتضايقيني بقول لكم. انا كان يا سهيله، انا اتضايقت منك في موقف ومش هحكيهولك خلاص. يعني متضايقه مني وحكيتي لغيري انك متضايقه مني؟ لا ما حكيتش لغيرك، انا ما حكيتش لغيرك، بس هي ماما خلاص قالت لي قفلي على الموضوع. انا خليكي ايه في ايه غلط معاكي؟ مش احنا تفهمنا؟ ايوه غلط. لو غلط معاكي ليه عتلاني همك؟ ليه مهتمه بيكي؟ ليه بشوف مالها البنت دي؟ ليه وقفت الغدا بتاعي وطلعت عشان انا كمان؟ إيه؟ انا بقول لك اهو في ايه. انا يمكن فهمت الموقف غلط بتاع ايهاب، بتاعك انت وايهاب، فهمته غلط. بس يمكن انت عشان المفروض انا اتضايق. انت بتقولي اهو انت اتضايقتي عشان هو ما ردش عليكي. لا مش اتضايقت، يعني أنا شفته مش اتضايقت ان انا مديت ايدي عليه. لا بس خلاص ما اتضايقتش. يعني وانا شو دخلني؟ انت بتحكي شغلات بتضايقني. يعني انا امي شو حكت معي في التليفون؟ شو قالت لي؟ وانت عم بتحاولي توصلي لها انه سهيله بتضايق. لا مش بوصل لطنطا يعني حاجه، انا مش بوصل لها. بس كده هي بتستوعب. انت دلوقتي انا بهزر مثلا مع مروان، بس هو بهزر مع مروان في اتنين بالذات. انت بتهزري مع مروان وبتضربي على كتفه، بس وانا رحت بصله كده. لا ورحت سايباه وطالعه. لا ينادي عليا يا دينا ما بردش عليه. طلعت وراكي، فبقول له انا هتاسف لها. يو بقول لك على حاجه. اوكي بقول لك على حاجه، والله كل الافكار دي ما دخلتش في بالي. لو سالتيني كنت جاوبتك. انت ليه ليه اخذت الموقف كده وبلشتي تبكي؟ تعرفي انا حسيت مش ببكي منك انت، انا ببكي عشان انا الحمد لله عملت. بصي بقول لك شغله، ثانيا عشان رفعت راس ماما وشرفتها ووعدتها ان انا هبقى كويسه وبقيت كويسه. بس بقول لك على حاجه، بس انا وعدها من دلوقتي برضو تاني ان انا مش هعيط تاني، مش هبقى ضعيفه، هبقى قويه زي ما هي قالت لي. مش هفكر غير في نفسي وفي هدفي، مش هفكر غير في مذاكرتي، لان انا جايه لحاجه معينه هنا وهطلع من حاجه معينه. دينا مش جايه عشان افكر في حد، دينا مش جايه عشان احب حد وحد يحبني. دينا ايا كان بنت او ولد، يعني مش دينا مش لازم ولد. بس كده انت غلطانه فيا على فكره. انا اسف. ما تتاسفيليش، انا اصلا بقول لك لو غلطانه فيك انا اسف. لو سالتيني، مش انا دايما بسالك يا دينا انت قصدك عشان كده تقولوا لي تحليلك؟ لا انا مش بحلل، انا بسال، بحب اتاكد اكثر انت بتقصدي كده او كده. اذا بتقصدي كده اوكي. سهيل هقول لك، لو قلتي لي انا ديجا، انا اصلا انا لما قلت لك كده والله مش بزعل، يعني ذكرتك من البارح. انا بصي، انا عمري ما بكيت على اي شخص غير لما يكون حد فعلا كنت حاساه ان هو بس كده ظلمتيني، صديق ليا قوي. ولو مش بحبك ما بحسش انك تغيرتي من ناحيتي. ما انا ما اتغيرتش من ناحيتك. تغيرتي. لا بقول لك احكي، بمسك لك في ايدك مش بتمسكي في ايدي. انا خدت جنب عشان ما احسش ان انا ضغط عليكي في حاجه. ما تضغطيش عليا، بالعكس. سهيله ليه انا بفهم كل الناس، وليه بحاول افهم اكتر؟ ليه انا لما بشك في شغله بجي بقول لك يا دينا؟ انا جيت قلت لك سهيله، بس اتاخرتي كتير. انت لا انا طلعت قلت لك على طول في ساعتها، قلت لي دينا انت ليه بتتكلمي كده؟ انا زعلت كل عشان الناس اخواتي وما تخلينيش ازعلك. بس بهزر كده. لا سؤال، ما كنتش لا والله بدي قلتها بهزار. انا ما كانش بيهزر يا سؤال، بس انا كل الناس
مش شايفه انه خلاص. سؤالي بعد كده ما تيجي تهزري بقولي لي دينا انا بهزر في ساعتها، ما تقوليليش انا بس شفتك عادي كلمتين في وشك وبعدين بمشي. بعد كده تقولي لي لا مفكره انك انت عمري ولا ازعل منك من حاجه او ممكن انا ممكن اصرخ عليك ممكن اصرخ عليك في حاجه بس مش معناتها ان انا بكرهك او دلوقتي انا واحده بتقول لك انت غنيتي زفت النهارده، انت كنت وحشه قوي، كان شكلك وحش وعينيكي بايظه من ميك اب، وبعدين تقولي لي ايه ده فعلا انا كان وشي بايظ مش عارفه ايه، وراح عامله لك ازاي؟ لا يا شيخ انا بعديها بكام ساعه بقى انا شفت الموقف خلاص وراح جايه قايله لك انا كنت بهزر. هتصدقيني؟ هتقتنعي؟ هتقتنعي بكلامي ده بعد ساعه؟ انا بكذب عليكي؟ لا بس انا انت ممكن تكوني بتعالجي دلوقتي عشان ما تزعلنيش. بصي يعني انت انا بلعب معاكي بلعب معاكي براحتي وحاسه حالي ان انا مرتاحه معاكي، مرتاحه وبتعامل معاكي بكل نيه وكل بساطه يعني. سهيله زي في البيت ليه؟ عشان بحسك انك اختي بجد ومش هتزعل من ناحيتك عشان بس كده مش لدرجة انه زعلت بس مش العياط اللي انا عيطته ده تحكي له انا العياط اللي انا عيطته ده العياط اللي انا عيطته ده مش عشان انا، عشان بسبب اني انا حققت حاجه انا كنت عايزه اعملها في البرايم امبارح. فعلا انا كنت عايزه ارقص كويس جدا، وفي نفس الوقت انا عايزه اقول لك ان الجزمه اقسم بجلاله كانت بتتفك من رجلي وانا برقص مع الرقص، بلف كده الجزمه اتفكت، قلت استرها يا رب. فهماني؟ انا ما عيطتش عشان والله موقفك خالص، انا عيطت عشان أنا فعلا والله انا حققت امبارح. انا ممكن ما تعيطيش؟ بعيط ما مش مستاهله، انا عارفه ان انت ما عملتيش حاجه مش مستاهله، انا اللي فهمت الموقف غلط والله. انت زعلتي عشان هو ما ردش عليكي. لا بهزر، حتى هو قلت له تحت قلت له كنت بهزر معاك اصلا انا، بس يعني كل حاجه عاملها بهزار والله. ما اصلا انت ما شفتيش ايهاب عمل ايه وانت من ورا؟ ما شفتيش انت داخله فانا بعمل له كده، فقال لي راح بصص لك وراح بصص عليا وقال لي انت بتعملي كده ليه؟ والله بنفس الطريقه دي. فقلت يمكن سهيله قايله له ما تهزرش مع بنات، يمكن كأخ ليك يعني مثلا. انا قلت لعبد الرحمن اخويا لا ما تهزرش مع سهيله، انا بقول له حاجه زي سهيله بتتضايق. طيب او دينا بتتضايق. دينا استني، قلت لك انا بقول له على حاجه وما بيجيش ما بجيش على طول اقول لك. انا قلت انا ما توقعت كل حاجه.